مساء الخير على حضراتكم متابعينا الكرام، متابعي موقع تحيا مصر في كل مكان. برحب بحضراتكم موجودين معاكم في بث مباشر جديد وتغطيه جديده من داخل محافظه الدقهليه. واقعه غريبه جدا، طرائف وعجائب. محافظه الدقهليه مؤخرا عجوز متسول بعد وفاته، الاهالي والجيران عثروا على شكاير فلوس منها عملات اجنبيه وبعض العملات الخاصة بالدول العربية، شكاير فلوس حوالي 7 شكاير. ايه القصة وايه الحكاية؟ طبعا شخص كبير في السن، بتروح عمره 78 سنة، الكل كان بيعطف عليه. طبعا الفلوس راحت لبيت زكاة مال المسلمين بالقرية، وموجود معانا جاره اللي كان فوق المفروض ان هو كان بيعطف عليه. خلينا نعرف منه تفاصيل الواقعة. والله حضرتك هو انا اسمي سامح السيد حسنين علي. انا اسمي سامح السيد حسنين علي. حضرتك طبعا يعني راجل غلبان على باب الله، ما كناش نتوقع خالص اللي هو معاه المبلغ ده كله. تعب قبلها ب 10 ايام، تعب خدناه وديناه المستشفى وجبناه. طبعا انا ما شفت منظره، طلعت العم محمد العيسوي، قلت له عم محمد الراجل خلاص على وشك الموت. قال لي سامح خلاص لو كده انا الكفن هجيبه وادفنه عندنا في ايه، في التراب بتاعتنا. قلت له ما فيش اي مشكله. فضلت 3 4 ايام الراجل اللي توفى، اخته كانت طبعا قاعده معاه في خلال العشر ايام دول. تمام، وما مات اتصلت علينا قالت له تعالى عشان هو مات. كنت انا ساعتها في الشغل، حضرتك سبت الشغل ورجعت. اللهم صل على النبي. طبعا اخته كانت موجوده ومرات ابن اخوه واخوه كان موجودين. يعني هو ظهر له ناس قرايب احنا ما كناش نعرفهم، احنا ما كناش نعرفهم. تمام، طبعا قعدنا نسال وقلنا له اخ وله عيله ومش عارف ايه، قعدنا نسال لغايه ما وصلنا ايه لاخوه وجبنا اخوه. اساسا مش من القريه؟ لا هو مش من القريه، من المنصوره. مش من الجديده؟ لا مش من الجديده. هو من بلد ثانيه؟ من بلد تاني، من المنصوره. اتنقل للسكن عندنا. السكن المكان ده بقاله 5 سنين تقريبا، يعني 3 4 سنين. 3 4 سنين بس؟ تمام. انت يعني اكيد كان في مواقف انسانيه بينك وبينه، لان انت ساكن. انا كنت بود عليه بشوفه عايز حاجه اعمل له حاجه، حتى احتيلت عليه كذا مره. انضف له الشقه، ما كان بيرفض. كان بيقبل؟ لا كان بيرفض، يقول لي لا. يقول لي لا. واخد بالك؟ كان يندعي على عيالي، يا ايه يا فلانه انا عايز كذا، كان العيال مثلا يعمله له مثلا كده. انتوا بتجيبوها له؟ واخد بالك؟ شكيت ليه في لحظه من اللحظات انه مثلا يكون وراه فلوس او ان هو بيتسول؟ لا 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 خالص خالص، ما كنتش اتخيل خالص، ما كنتش اتخيل خالص ان هو يبقى معاه المبلغ ده خالص. هو عثروا على كام؟ ايه التفاصيل؟ هو الاستاذ رضا دلوقتي قال لي هم كلهم 118,000. 118,000 ومفروض في دفتر توفير، واخد بال حضرتك؟ بس دي بقى مش مع لجنه الزكاه، لجنه الزكاه قالت ما مش معانا. تمام، ما يعرفش عنه حاجه. انتوا لما منين عرفتوا ان الاوضه المقفوله دي في الشقه بتاعته؟ الشقه دي اصلا مين اللي كان مأجرها؟ احنا اللي كنا مأجرين، واحد صاحبي اسمه محمد عوض هو اللي جايبه. ضرفه طبعا وقال راجل غلبان ومش عارف ايه، طبعا هو ما يعرفش عنه حاجه برضه، يعني راجل غلبان. واحنا خدناه وقعد معانا وبان وده اللي عايز حاجه نعملها له. واحتيلت عليه كذا مره، نضف لك الشقه كان بيرفض. عنده الاوضه دي كانت مقفوله، محدش ممنوع حد يخشها. الاوضه اللي انتوا عثرتوا على الفلوس دي؟ هو طبعا لما مات قلنا ندفن ونكفن وندفن. طبعا اخته قالت ايه ماشي يلا. الجيران قالوا وقفهم، قالوا لا. عم محمد العيسى وقال طبعا لا، واخد بالك؟ ولازم اهله يجوا، لازم اهله يجوا، ما ينفعش يتكفن ويتدفن لما لغايه لما اهله يجوا عشان نشوف ايه. طبعا عصرنا على اخوه ومرات ابن اخوه وجم وجبناهم وجينا ومسكوا بقى شتايم وقله ادب في بعض. مرات اخوه واخته بيتخانقوا على الورث، هم قاعدين انت حرامية وانت مش عارف ايه ومعاه 1,000,000 جنيه ومش عارف ايه وكلام من ده. ده اللي خلاكم تشوفوا ان في وراه فلوس؟ طبعا الجيران وقفوا بقى لك لا خلاص بقى محدش يتكفل ولا حد ايه يدفن لما اهله بقى يجوا مش عارف ايه وكلام من ده والحكومه دي. طبعا انتوا شفتوه بقى؟
طبعا الكابتن محب غرباوي كان موجود، عمدة البلد، والنقطة جت تمام. جم قال لك الراجل ما يتكفنش لغاية ما جبت تصريح الدفن. طبعا رحت جبت تصريح الدفن وجيت على طول. قال لك يا باشا افتح بقى الايه، افتح الاوضه دي. فتحنا الاوضه حضرتك، اتلاقينا بقى ايه، اكياس عامله زي الهرم كده لغايه السقف. شفنا ايه بقى في اوضه، اكياس مكرونه، سكر، رز، شباشب جديده، هدوم جديده لسه في اكياسها، كلام من ده، طرح كلام من ده، كل دي كان في اكياسها لسه جديد، ورز وزيت وكلام من ده. ما حطناش برضو في دماغنا اللي ايه، اللي فيه فلوس. بعدها بيومين حضرتك جينا وفتحوا بقى، والنقطة جت واخواته جم فتحوا، قعدوا بقى يفتحوا الشكاير. طبعا كان جاري اسمه عم خالد تحتي برضه في نفس البيت، كان واقف معاهم وقعدوا يطلعوا بقى يشيلوا الحاجة ويشوفوا، فتحهم تلاقوا ايه، سبع شكاير فلوس، سبع شكاير، هم شكارتين فضة، وطبعا شكارة فيها خمسات وعشرات، وشكارة فيها جنيهات ونصاص وكلام من ده، وشكارة فيها متينات وميات وخمسينات وشوية الفك. لا 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 لا، طبعا الفضة والجنيه، ما هقول لحضرتك، الفضة والجنيهة والانصاص والفلوس القديمة اللي هي الريالات والسعودية والحاجات دي كلها كان في الأوضة في الشكاية. عند حضرتك بقى الفلوس اللي هي المجمدة، كان عامل كراريس، واخد بالك، كله دفتر كده مثلا فيه 10,000، يوم كاتب ورقه دي ايه مبلغ فيه 10,000، ورصصها تحت المرتبه، ورصصهم تحت المرتبه. طبعا موجودين مع حضراتكم مع يعني لجنة بيت مال المسلمين بقرية الجديدة، ودول اللي حصلوا على شكاير الفلوس من المتسول. طبعا معرف سيد المشاهدين بنفسك، انا بدل ما اعرفك بنفسي ارد على شكاير الفلوس. شكاير الفلوس دي 118,000 في عهدة اللجنة العرفية لحين استلامها. ال 118,000 دول رسالة لكل أهل القرية، يا جماعة اللي بيمتهن مهنة التسول بلاش تتعاملوا معاه، اتعاملوا مع العفيف الفقير اللي قاعد في بيته وعايز يعلم عياله ومش عايز يخرج. ده كل اللي أقدر أقوله. وصفوا لنا يعني الشكاير كان شكلها إيه، أو الصورة اللي أنتوا شفتوها والصور اللي ظهرت مع الناس. أبلغ رد، اللي عاين شيلن وعاين باريزة وعاين ربع جنيه وعاين نص جنيه وعاين جنيه والعتة كلتهم، منتظرين منه ايه؟ يعني ده عين العملات دي يعمل بها ايه؟ عملات اللي الناس بتقول عملات اجنبية، عملات اجنبية حد بيدي في اللي المتسول عملات اجنبية؟ لا، اكبر فئة من العملات اللي موجودة 200 جنيه. والمبلغ كله على بعضه 118,000 جنيه، الورثة تستلم المبلغ ده حين استخراج إعلام الوراثة وتسليمه للجنة العرفية اللي جردت المبلغ بنفسها. الله أعلم. أنا اللي جاه موجود واللي كان معاهم في لجنة الجرد ثلاثة، أخته وأخوه وابن أخوه. كانوا موجودين كطرف أول في ساعة الجرد. طبعا الناس بتقول ملايين، هم خمس شكاير من العملات الورقية وشكارة فيها عملة نقدية وزنوها، قالك دي عملة تقدر بالميزان، ويشوفوا اللي الكيلو بياخد كم جنيه فضة ويقولك العملة دي قد كده. إنما الكلام اللي بيتقال معاها دولارات ومعاها عملات ومعاها ملايين، اخواته موجودين واخته كانت موجوده وابن اخوه كان موجود ساعه الجرد، وكتبوا بخط ايدهم اجمالي المبلغ 118,000 جنيه. حضرتك كنت تعرفه شخصيا؟ لا ما اعرفوش. لا اعرفه، كان بيجي هنا يقعد قدام اللجنه عايز يتضاف في اللجنه. طبعا انا ابحث واحد بيخرج الصبح بدري ويخرج ويرجع اخر الليل ما اعرفش عنه حاجه، اديله ازاي وانا مش عارف عنه اي حاجه؟ ما فيش اي مبرر ان انا اديله ولا ساعده، لانه ما بيقعدش في البلد. طيب عايزين نوجه رساله
للساده المشاهدين برضو كتوعيه ناخدها من الجانب التوعوي. هو احنا دخلنا في الموضوع عشان جانب التوعيه، احنا عاملين حمله من سنوات لا للتسول، بلاش نتعامل مع من يمتهن مهنه التسول، والنتيجه واضحه، اللي امتهن مهنه التسول جمع 118,000 جنيه، واللي قاعد في بيته وعفيف ومحترم مش قادر يصرف على عياله ويكملوا تعليمه، مش قادر يجيب اكل لاولاده، طب بالله عليك نتعامل مع مين؟ يعني احنا نتعامل مع اتعامل مع ابن بلدي اللي ظروفه ضيقه، ولا اللي بيمتهن مهنه زي دي بيكنس فيها الفلوس زي ما شفتم ورميها ريحتها، لو رحتوا شفتوا شميتوا الريحه بتاعه الفلوس في الاوضه مش هتستحمله. هي يا ريت تكون هي مش مكمكمه بس ريحه عفونه. كان بيعين الفلوس في بقايا الطعام عشان ما حدش يعرف ان هي فلوس. يعني لو جاب كيس جوافه وكل حبيتين جوافه يحط بقيه المبلغ في نفس الكيس، لو متعيش بقى يحط فيها. انا عايزكم بس تروحوا وتشوفوا ده نموذج من المبلغ. هذا نموذج من الفلوس اللي هو ايه؟ عينته. باين عليها ان هي قديمه جدا كمان. لا ده حالتها يعني دي حالتها يعني حالتها ماسكاها في فلوس ما كنتش تعرفي تمسكيها كمان. بتتهرب. وقديمه ومتاكله. انا عايزكم بس تخشوا الاوضه تشموا بس الريحه. الريحه فقط. طيب حضرتك يعني اتكلمنا على انا ما حضرتش الواقعه بس انا كنت في لجنه الزكاة ولما المبلغ جه هنا انا من ضمن الناس اللي كنا بنفرز الفلوس المطبق متطبق وبنفرده وبنعمله رزم زي ما انت حضرتك شايف فمالناش دعوه بالعبد احنا بنعمله رزم واصحابهم هم اللي كانوا موجودين الورثه بس برضه ما حدش مد ايده على حاجه الا باعلان وراثه من لجنه الزكاة لما يجيبوا محامي باعلان وراثه حقيقي هيستلموا المبلغ بتاعهم انما المبلغ كام انا ما حضرتش العدد لان اصحابهم اللي كانوا بيجوا. ايه اكتر حاجه اثرت فيك لما شفت المنظر؟ انا مش مصدق المبلغ اللي جه ده ولا قدرت ان انا انزله وادخله هنا لان كان فيهم لما جينا نفتح الشكاير لقينا فيهم صراصير وفيهم مبالغ رهيبه اللي يشوفهم يقول فعلا زي ما الناس قالت ملايين واللي ولما جينا نفرز لقيناهم ارباع على انصاص على جنيهات على عشرات على خمسات طبعا اللي بيلم الخمسات بينا نديله واللي يلم العشرات بينا نديله لغايه ما عملناهم رزم ومشكوره اللجنه احنا بقى ما طلناش هدومنا ولا محتفظه بالمبلغ لحد ما يبين الورثه الشرعيين. يقال ان ليه اولاد او طفلين صغيرين بنتين لسه وحدين. ظاهر امبارح اقولكش الناس بتقول ده ظهر له بنت واحده وفي ناس قالت اتنين انما متزوج ولا منفصل؟ لغايه الوقت محدش يعرف محدش عارف صحه الكلام ايه؟ لا او حقيقه الامر لا بس احنا اللي سمعناه ان هي بيقولوا له اخت واخ وابن اخو اللي كان قاعد معانا وبنفرز دول المؤكدين لكن الطرف الاساسي ان مش معلوم الى الان ان كان ليه بنت او بنتين لا او حد لا مش معلوم او ليه زوجه اصلا او لا انما اللي كان حاضر بقى الفلوس وهي بتطلع من المكان سيد كلمنا وجاركم مسكتوا الفلوس ومسكتوا الشكاير قول لنا ايه اللي حصل في الواقعه اللي عندكم؟ هو كان كل يوم بيطلع كان في ظهور صح؟ ايوه اكيد إيه هو كان بيطلع كل يوم الصبح واخر النهار بيجي اخر النهار بيجي اي حد بيشوفه ينزل مع العربيه ياخد ايده يبقى معاه كيستين كبار بياخدهم ويحطهم له قدام الباب والمفاتيح في رقبته كان معاه مفاتيح للاوضه دي في رقبته والبوابه والبيت الشقه كل يوم كان على كده جه بقى من قيمه فتره يجي 10 ايام ولا 20 يوم تعب كانت اخته زي ما قال عم سامح كانت اخته بتيجي تدفع له الايجار ما كانش حد بيمده من اسرته؟ لا خالص نهائي ما جاش الا لما تعب بقى انتوا اللي بتودوه انتوا اللي بتاكلوه وبتنزلوا له الاكل وكل حاجه كنوع من الاستعطاف ان ده حد غلبان ايوه غلبان ما كناش نعرف اللي هو معاه كده لو كنا نعرف ما كانش حد اصلا رد على خالص وصف لي شكله راجل كبير وكان شعره كبير ودقنته كبيره كان ماسك عصايه بيمشي بعصايه كده ما كانش بيلحق يمشي الناس كانت بتستعطف عليه كنت بشوفه في المنصور في رقبته ده المفتاح اللي خلاكوا تحسوا ان في وراه واو ايوه
خدنا من الصحن خدتوا المفتاح عملتوا ايه سيد؟ ما فتحناش المفتاح ما حدش فتح سعيد استضعفنا عليه حاله الوفاه في ناس عرفتوا على المفتاح بقى ده اللي شككوا في القصه خدنا المفتاح امانه معانا لغايه ما ناس اتبرعت بالكفن بتاعه وناس قالوا ده في تراب صدقه في التراب الجديده دفناه هناك ولما جينا نفتح بعد يوم او اتنين لقينا اخواته اللي هم بيقولوا احنا اخواته اللي هي اخته واخ جم عشان يسلموا الشقه لاصحابها فقلنا وكان بيأجر بكام في الشهر؟ كان انت اللي مأجر 600 مين اللي كان بيدفع له الايجار؟ اخته كانت بتيجي تدفع له الايجار وبس غير كده لا وصفولي شفته قبل كده؟ لا انا شفته في المواصلات شفت ايه كان بيعمل ايه مثلا؟ راجل طبيعي وعادي والناس كانت بتستضعف ان هو مثلا غلبان واللي بيعطف عليه بيديله الراجل المشكور اللي هو محمد السيد العسوي اللي جنبه كان بينزل له اكل في رمضان وفطار رحمه الله عليه. ايه تاني يا سيد؟ شفته ايه تاني؟ هو بس كده جاي ساعه ما مات اخواته بقى بيقول لك معاه 1,000,000 جنيه ومسكوا في بعض دي ساعتها وكل شويه كان يقوم عشان يغسلوه الشيخ جلال اللي بيغسل جه 3 مرات ومشي. بعد كده دفنوه بقى في الصدقه في مقابر الصدقه الفلوس جت هنا لبيت ماري المسلمين. ايوه تمام. طبعا يعني احنا كنا معاكم من قريه الجديده الهاله التابعه لمركز مدينه المنصوره بمحافظه الدقهليه اللي شهدت واقعه غريبه جدا من نوعها يعني متسول بعد وفاته وعثروا على مبلغ مالي حوالي 118,000 جنيه داخل شكاير 7 شكاير من ضمنهم مجموعه من الشكاير فيها عدد ورقي والمجموعه الاخرى فيها طبعا شكاير يعني معدن وبعض يعني الفلوس القديمه قوي اللي تعتبر متاكله تماما بسبب طبعا يعني فتره زمنيه الطويله اللي كان بيحاول انه يجمع فيها الفلوس. طبعا عم حمدي توفى وتم دفنه في مقابر الصدقه بقرية الجديدة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. هو مش من طبعا مش من أهل القرية، هو زي ما قالوا شهود العيان وجيرانه أنه هو كان طبعا سكن هنا مؤخرا منذ 5 سنوات تحديدا ومن وقتها كانوا الجميع بيحاولوا يعطفوا عليه ويعني يدولوا أكل وشرب وخلافه. طبعا من بعدها بدأوا يعني يعثروا على المبلغ المالي بعد خلاف حصل ما بين اخواته وما بين بعض، بدأوا يشكوا في الأمر واللي شككهم أكتر يعني المفاتيح اللي كان دايما رابطها في رقبته دي اللي شككتهم كمان في الأوضة المغلقة اللي كان بيرفض تماما أن أي حد من الأهالي يدخل الأوضة دي، ممنوع منعا باتا أن أي حد يدخل الأوضة دي، ده اللي شكك الأهالي كمان. وبعدها عثروا على المال وتم حفظه في بيت مال المسلمين في قرية الجديدة الحين طبعا يعني الوصول إلى الحق الشرعي مين اللي مفروض هياخد المبلغ في الآخر أو هيتقسم على مين. هتابع مع حضراتكم مزيد من التغطيات داخل محافظة الدقهلية. أشكركم شكرا جزيلا للمتابعة.